نحن طبعا نحن نقوم بتربية الخيول العربية الأصيلة حبا بها وإكراما لها رغم الظروف الصعبة والمعاناة التي نعانيها. الخيول العربية الأصيلة تستحق الاهتمام والتكريم لأنها تعتبر من التراث العربي الأصيل القديم، والرسول أوصى بها يقول قبل 2017 كان عدد مربين الخيل معدودين على أصابع يمكن 3 أو 4، ومن 2018 وبعد صار بإقبال على الخيول لأنه صار فعاليات وصار بإقبال وشراء على الخيول. بالنسبة لأرسان الخيل، أرسان الخيل هي 5 أو 6 الأساسية. نحن في هذه المنطقة تتعدد فيها الكثير من الأرسان الخيل، وهي الأساسيات هي الكحيلات في شتى أنواعها والحمدانيات والعبيات والصقلاويات والهدبة والمعنقيات. هو وجود الفترة الأمنية والاستقرار الأمني يشجع المربين في زيادة هذه الأعداد الخيول، وإذا كان هناك تشجيع أيضا من الإدارة، احنا نتحدث عن منطقة شمال وشرق سوريا، إذا كان هناك تشجيع، وأكيد في تشجيع، وهذا التشجيع لامسينه احنا في منطقة منبج.